بين بلدنا عشان بعد ما مات ونين الشوط. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تذليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كأسف مأكول. سنو. ألم تر كيف فربك أصحاب الفيل؟ ألم ألم يجعل كيدهم من في تذليل وأرسل عليهم طيرا أبا بيل ترمي